اللي صار من اللي هو اتصلوا حذر الدار، قالوا للناس يعني يطلعوا وروحوا يعني عشان يخصف الدار، رموا على اكثر من واحد انه يطلع، الناس طلعوا يعني سيادة بالناس ما طلعوا انه قصف الدار، صار في شهيدة وصار في اصابات في المكان، وزي ما تشاء يعني الحمد لله الدار راحت الحمد لله كلهم بتعوض، ما دام واحد عايش كل شيء بتعوض، والله ما فيش امان، غزه ما فيش امان، الامان عند الله عز وجل، والله هذه من هويه الضربه راحت على المدبره، وانت شايف على المدبره اموات في بورهم تبهدل البور، غيرك اللي في الناس نفسهم في البور تبهدله، غيرك في البور وفي الناس، الله يعين الناس، حسبنا الله ونعم الوكيل. رجاش